مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم وحلقه جديده والسلم الطاقه الحيويه. يعني ايه كلمه طاقه حيويه؟ امتى بدا التعرف على هذا العلم؟ ازاي نطبقه في حياتنا؟ ازاي نبتدي نتعامل مع الطاقه الايجابيه عشان ننتج اكتر وعشان نكون افضل في كل مجالات حياتنا، سواء في العمل، سواء في علاقتنا الاسريه، علاقتنا بالمجتمع. موضوع الطاقه الحيويه موضوع كبير جدا ومهم جدا، محتاج مننا ان احنا نركز فيه وان احنا نحاول دايما نكتشف الطاقات الايجابيه اللي بداخلنا ودايما نطرد الطاقات السلبيه. محتاجين يكون في توازن في حياتنا وتوازن داخل اجسادنا عشان نقدر نتعايش ونعيش وننتج اكتر. مع دكتور احمد عماره، يعني البارز الحقيقه في هذا المجال، ومحتاجين منه معلومات اكتر. الايذاء والغضب، الرغبة في الإيذاء والانتقام والغضب، دي أسوأ أنواع الطاقة السلبية. أي أسوأ يعني أقل حاجة. حلو الشر كده؟ أيوة. اللي بيحصل بقى أن كل ما كان الإنسان في حالة استمتاع، كل ما طاقته الإيجابية بقت عالية، كل ما الحاجات الإيجابية كترت في حياته. يعني هتلاقي الوفرة زادت، البركة اللي بنسميها البركة هتزيد في كل حاجة بيعملها، هتلاقي نفسه مرتاح، ومعظم اللي بيعوزه بيجي بمنتهى السهوله، والافكار الايجابيه اللي بتحل له مشاكل هتيجي اسرع في ذهنه وفي تفكيره. الانسان اللي عايش في طاقه سلبيه، طاقه غل او انتقام ورغبه في الانتقام، ده من اسوا انواع الطاقه السلبيه. هتلاقيه بنسميه كده بالبلدي، كل ما يطلع من حفره يقف ضحديره، وتلاقي حياته سلبيات سلبيات، يا اما مش عنده يبقى قرايبه اللي حواليه وعايش في كآبه مستمره حتى يظبط اللي حواليه. حتى ربنا قال لنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنا مش بخلي الشخص يحول عمله المتعة عشان يكون مستمتع بس، لا، ده هتظبط بعد كده بيته، وهتظبط أسرته، وهتظبط صحته، علاقاته الإنسانية، وهتظبط دخله، وهتظبط موارده وأفكاره، إزاي لو عايز يطور في حياته ويزود مصادر دخله. طب أنت بتتكلم دي الحاجات الداخلية، لو جوايا شر أو جوايا خير، لو جوايا تفاؤل أو جوايا إحباط. لكن في ظروف احيانا بتخليك بتشتغل في ظروف مش حلوه، فبتخلي عندك المتعه دي مش موجوده. ما هي دي بقى البيضة. ازاي انا بقى يعني ايه اتغلب على الظروف دي؟ البيضة ولا الفرخه؟ ايوه، الظروف اساس وانا اللي تابع، ولا انا الاساس والظروف تابع؟ دي حته مهمه قوي لازم الناس تعرفها. ربنا قال لنا انه خلق الاشياء كلها من اجلنا، وخلقت الاشياء كلها من اجلك. حلو كده؟ النقطة الخطيرة، يمكن بكرر الجملة دي لكل الناس يفهموها، احنا بنقول الواقع يا عم خليك واقعي. فلما حد يقول لي خليك واقعي، بسأله سؤال، تعالى هنا، يعني ايه واقع؟ الواقع فعليا وفي الحقيقة بقى هو وقوع ما في ذهني وفي نفسي، وتحويله إلى حاجة حسية مادية. بمعنى لو أنا طاقتي إيجابية وسعيد وفرحان، هتبقى الظروف اللي حواليا جميلة وسعيدة. يعني أنا اللي بتحكم في الظروف، مش الظروف هي اللي بتتحكم. أيوة. عيب لما ربنا يقول لنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأنت تسيب الحاجات دي تسخرك أنت ليها. عيب جدا. بدليل فعلا كلام حضرتك أكيد صح، يعني بدليل إن إحنا لما بنبقى في حالة سعادة معينة بنشوف كل حاجة حوالينا حلوة. هي دي بقى. عشان كده اللي بيحصل المفروض أي ظرف أيا كان، وده اللي هدخل بقى في العمل أعملها إزاي. لو قلت ببساطة كده ان في ايه في يعني انا يمكن انتبهت ليها لما درست الطاقه، وموجوده في كل الديانات باختلاف تنويعها الموجود في العالم، ان ربنا قال لنا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فسالت نفسي في مره سؤال، هو ليه ربنا في اخر الايه قال لنا لعلكم تذكرون؟ عشان تفضلوا فاكرين، يعني بالظبط كده، خليها حلقه في ودنك. ايه ده؟ طب ما احنا عارفين ان من كل شيء زوجين، ما كل حاجه ذكر وانثى معروفه يعني. فبدات ابحث، اكيد وراها سر، اكيد في وراها حاجه تانية اعمق من حته ذكر وانثى دي خالص. وبعدين فجاه قفز لذهني خاطر تاني، ومن كل شيء. ايه ده؟ ده ما قالش ومن كل كائن حي. ايوه. الله الله الله، البدله دي شيء. الجماد. ليها زوجين. زوجين. ده الشمس شيء. ده ليها زوجين. ده انا نفسي شيء. يبقى ليه زوجين؟ يبقى يعني ايه زوجين؟ زوجين يعني وشين. كل حاجه على وجه الارض ليها وشين. كل ظرف على وجه الارض له وشين، وش ايجابي وش سلبي. انت بقى هتبص الوش الايجابي، هتاخد الايجابي لوحدك.
اللي هيبص على الظرف من الوش السلبي هياخد السلبي لوحده. وده اللي بيفرق في الناس. في ناس في نفس الدولة سعداء وناس تعساء. ايوه. في ناس في نفس الظروف سعداء وناس تعساء. يعني مرة كده واحد كان بيقول لي هو انت يا اخي على طول سعيد كده رايق كده؟ قلت له اسالك سؤال، مش هما بيقولوا مصائب قوم عند قوم فوائده؟ قال لي اه. قلت له حلو جدا، اول ما يحصل مصيبة ابص مين اللي هيستفيد وابقى زيه. ازاي استفيد منها؟ ازاي احولها لمكسب؟ Where do we go when hope runs out? When we're empty? When there's nothing left? Tried to commit suicide. I had lost my hope. I tried to drown myself, but I couldn't do it. God had a plan for my life, to give hope to other people through my story. Something more. I don't wanna die. I don't wanna
هديكي مثال بسيط. بعض الناس في الأماكن اللي كان فيها تجمعات ومظاهرات، بحكي حاجة عملية حصلت، أي. كان عنده محل مثلا لبيع الأنتيكات، مكتبة معايا، محل ملابس، فالمظاهرات قدامه مش عارف يشتغل ولا عارف يبيع، فاضطر يقفل. حلو كده؟ فأصبحت المظاهرات اللي بتحصل بالنسبة له مصيبة معايا، وبدأ يقعد شهر واتنين والدنيا اللخبطة مش عارف يشتغل، مش عارف يشتغل. واحد تاني قال طب أنا دلوقتي شغلتي إن أنا أبيع أدوات مكتبية والناس ما بتشتريش، راح قافل المحل بتاعه وراح نازل يبيع فول وطعمية. حول مهنته بشكل تاني، حول اللي بيحصل ده المكسب. بيقسم بالله ان الدخل اللي دخله في أكتر الفتره من دي الأولى. اكتر من شهرين ثلاثه بيشتغلهم في شغلانه تانية. يعني ما استجابش لحاله الاحباط. أيوة. وحاول بقى هنا حول الظرف الى ايجابي واستفيد منه. ده معنى الطاقه الايجابيه بقى، انها ازاي اخد الحاجه البوزيتيف من اللي بيحصل معايا. فاحنا بنعلمهم في العمل حته مهمه قوي، المشاعر عباره عن ايه، ايه المولد للمشاعر، ده اول حاجه بنبدا بيها. ما هي الاستمتاع والسعاده مشاعر. فمن الاول بندربهم ازاي تعرف مشاعرك بتتكون ازاي. وللاسف معظم اللي بيسمعونا، ودي من اهم معلومات علم النفس ومن اهم الحاجات اللي حياتنا فيها، حياتنا كلها مشاعر اصلا. يعني خليني اقول حته مهمه للناس كلها، لو اي حد بيسمعني، الفقير واللي معاه فلوس الفرق بينهم مشاعر. يعني انا النهارده لو واحد فقير وجنبي واحد مليونير، الفلوس مش معايا، بس ده مشاعره مرتاح وده مشاعره مخنوق. ده الفرق. اللي خلف ولد واللي ما خلفش ولد، ايه الزياده اللي بتحصل له؟ مشاعر. وبالتالي هقول حته مهمه بقى، الناس في الحياه بتسعى للماديات من اجل الحصول على المشاعر الايجابيه، عشان ابقى سعيد في حياتي. ايوه، عشان استمتع بكل وسائل الاستمتاع. في الحياه احنا في علم النفس بنعمل العكس. بخليك تستمتع اليوم الاخر عشان تعرف تجيب الحاجات التانيه. طب خليني اطبق ده ايجابي. يعني زي ما قلنا كده في الاول، لو الظروف اللي حوالينا، احنا قلنا احنا هنعكس. ايوه. طب ازاي اعكس؟ انا عايز ادي كده مثل ايجابي للمشاهدين. هدي لها عملي دلوقتي. هدي مثال عملي. ازاي اعكس بقى الظروف دي؟ يعني مثلا انا نازله من بيتي وزحمه فظيعه جدا ودوشه جامده وحر شديد وفي مشاحنات في الشغل ومثلا المدير بيضايق اللي تحتيه وهكذا. طب انا ازاي اخلي ده كله ايجابي واتعامل معاه بشكل عكسي؟ قبل ما هتكلم في العمل ان شاء الله بالتفصيل، بس قبلها لازم اقول قاعده مهمه يكون الناس كلها عارفاها. المشاعر ايه اللي بيولدها؟ هل اللي بيولد المشاعر اللي عندي الظروف اللي حواليا؟ تبقى مصيبه. مولد المشاعر بنسبه 95% افكار. مولد داخلي. يعني ايه؟ انا النهارده ماشي في الشارع، راح واحد قايل لي يا حيوان. حلو كده؟ فروحت انا متنرفز. هل حيوان دي اللي نرفزتني ولا تفسيري ان اتهنت هو اللي نرفزني؟ اعتقد الثانيه. ايوه. تفسيري ان انا اتهنت هو اللي بينرفزني. طب سؤال مهم، تخيلي بقى واحد قال لي يا حيوان، وقمت انا انت، ورحت عشان اضربه، قام واحد جاي جري بسرعه، انا اسف استنى، ده راجل مجنون، ده لسه طالع من المستشفى حالا. بجد؟ طب مش تقول يا راجل ههدى. ركزي بقى في المفاجاه. تاني يوم هعدي عليه هيقول لي يا حيوان، اقول له ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الله، نفس الظرف اهو، نفس الكلمه، ما عملتش عندي نفس المشاعر. ليه؟ عشان غيرت في التفكير. فده المدخل، ازاي العب في افكاري بحيث اخلي مشاعري ايجابيه، فيبقى كنترول مشاعري في ايدي ولا اسمح لاي ظرف ايا كان ياثر فيا. طيب تعال نسقط ده بقى عملي. احنا عندنا قاعده نفسيه بتقول take it as a game، خدها كانها لعبه. الحياه كلها لعبه، جيم. اوعى تاخدها انها حقيقه. اكتر الناس اللي بيعانوا في الارض هم اللي بيتعاملوا مع الحياه كانها حقيقه. يعني ايه؟ لعبه يعني فيها خاسر وفائز؟ لا. ولا لعبه بمعنى لعبه يعني انا بلعب بتسلى. هديكي مثال. اللي بيلعب جيم هيبقى فاهمني، لو بيلعب جيم على الكمبيوتر او على الموبايل، لما الدنيا تتلخبط في الجيم بتتخنق وتكتئب ولا تتحفز وتستمتع؟ حسب الشخصية، في ناس تزهق وتروح سايبة الجيم وقايمة. يبقى هو ما بيلعبش صح. يبقى هو داخل يعني حط هدف عاوز يوصله خلاص. اللي بيلعب الجيم كلعبة هتلاقيه كل ما اللعبة قفلت هيوصل فيتحفز أكتر ويستمتع أكتر، لكن لو بدأ يلعب لعبة بيكسبها بسهولة يزهق منها أصلا. يعني أنا تك 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 كسبت، بيزهق منها. اللعبة الممتعة
هي اللعبة اللي فيها لخبطة وحافزية. هديكي مثال تاني، تخيلي لو ماتش الكورة أنا بلعبه ومفيش حارس مرمى، بجري تك 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 وشط الكورة دخلت جول، ما ينفعش. لازم يكون في حارس ويقف يصد الكورة ويا الله فتحمس أكتر. الحقيقة كده بالظبط. عشان كده لو لاحظتي هتلاقي الدول اللي بقوا كل حاجة مادية بياخدوها بسهولة بيكتئبوا وينتحروا، مفيش أكشن، مفيش متعة. أنا عايز حاجة أنزلها تك 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 تك، خلاص فين قيمتي بقى؟ الإنسان بيحس بقيمته الإنسانية، الفرق بينه وبين الحيوان إن لما يحصل له ظرف بيتحداه ويدخل في منافسة وينتصر. متعة الانتصار لا يساويها أي متعة على وجه الأرض. معايا؟ يعني إحنا كده نلخص إن إحنا علشان نوصل لمتعة الحياة وعلشان نحول حاجة سلبية قدامي لإيجابي وعشان أنا اللي أتحكم في الظرف مش الظرف اللي يتحكم فيا، ده من خلال المشاعر والأفكار. إني أخدها جيم لعبة، وأخدها الجيم، أخدها تحدي لعبة وأنا هفوز في الآخر. النقطة المهمة إيه بقى؟ في كل حاجة بقى، يعني أنت قيس كده في أبسط أمثلة الحاجات. عملية. هدي كمان أمثلة عملية. مرة دكتور كان بيدرسنا أجنبي فقال لنا فكرة جميلة بسيطة جدا وياما قلتها عشان برضو الناس تعرفها أكثر. أنا النهاردة بلعب نازل في مصر ماشي في شارع زحمة والطريق زحمة جدا والناس ماشية غلط معايا وأنا هتأخر، قدامي حلين، أفضل قاعد يا الله وإيه اللي بيحصل ده ويا بلد غبية وده اسمه كلام، أنا كده وصلت بدري؟ لا، وإحنا بنشوف عملت حاجات دي كتير في الإشارات. وعملت إيه في نفسي؟ دمرت نفسي ودمرت صحتي وبرضه ما وصلتش. بالظبط. طيب فبيقول لك بقى العب لعبه. ايه اللعبه دي؟ بمنتهى البساطه اعتبر نفسك امريكاني وانت في العربيه. بس شوف ضحكتي، ضحكتي وانا لسه بسمي ضحكتي. اوه ايجيبشنز، ايه اللي انتوا عايشين فيه ده؟ ربنا يكون في عونك يا رب. بس كده وانت في العربيه العب لعبه بسيطه انك امريكاني معايا. هو ايه اللي بيعملوه ده؟ لا 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 لا. شوف الراجل داخل ازاي، ايه الناس الغريبه دي؟ بس كده. شوف هيحصل لك ايه، اخدت الموضوع انك مش مصري وان انت واحد تاني خالص بتلعب لعبه بسيطه. طب انا هنزل، انا جاي البلد دي مش مصري والبلد دي الطريق بتاعها بيقعد فيه ساعه عشان اوصل، المشوار خمس دقايق بقعد فيه ساعه. طب انا بكره هعمل ايه بقى؟ فهبدا افكر لان انا مش من البلد دي ازاي استفيد من الساعه دي في التوقيت ده. انزل بدري شويه، خدت حاجات عايز تسمعها على الكاسيت مثلا، او عايز تعمل حاجات مهمه، او حاجات مثلا اوديو بوك تبع عايز تقراها، في كتب مسموعه تسمعها في عايز تخلص مكالمات عايز تخلصها، تفكر في الحاجات اللي محتاجه تخطيط. المهم انك هتبدا تفكر ازاي استفيد من البلد الغريبه اللي انا فيها دي في التوقيت ده. كلنا قادرين نعمل ده. طبعًا. يعني بتفرق من بس شخص لشخص. هقول لك حاجه مهمه قوي. شوفي ممكن حد يبص عليا يقول الله فكره حلوه جدا لو نفذها يبقى سعيد، وحد يقول ايه يا عم الكلام الفاضي ده؟ لا ممكن حد يقول لك ده صعب لان احنا صعب نتحكم في مشاعرنا كده. انا بتكلم برضه هتلاقي تفكيرك اللي قادك. يعني هقول حته مهمه قوي، مفيش حاجه اسمها صعبه، الصعب هو الشيء اللي انت مسميه صعب. يعني انا مره في محاضره من المحاضرات قامت طالعه طالبه كده قالت لي، بصراحه تحصل كتير، يا دكتور الكلام سهل التطبيق صعب. والتطبيق صعب. كلنا بنقول الكلام حلو ده. كده فاقوم قايل له قوم يا حبيبي، قوم يا حبيبتي، قوم اقفي. الكلام سهل؟ تقول لي او لا. طيب عملتي ايه عشان تخليه سهل؟ قعدتي كام شهر تجربي وتغلطي لغايه ما بقى سهل؟ اول مره اتكلمتي في حياتك عملتي ايه؟ ده انت قعدتي تجربي ومطبخ تقوليها بخبخ وما اعرفش البابا با ونجرب ونغلط ونجرب ونغلط ونجرب ونغلط ونقعد سنه ولا اتنين لما اعمل ده يصبح سهل في الاخر. طيب انت بقى مش عايز اقول لك سنه ولا اتنين، جربي ست شهور بس. حطي هدف قدامك ومهما تغلطي قومي تاني، شوفي غلطتي في ايه وحطي خطط بديله واهداف افكار تانيه وطبقي مره واتنين وتلاته، ست شهور بس. ايوه شوفي اللي هيحصل، هيتحول لسهل. المشي كده، الكتابه كده، ساعات بقول لهم هات ورقه وقلم، ويا ريت اللي بيسمعني يجربها في البيت، هات ورقه وقلم وبايدك اليمين اللي بتكتب بيها سيبها وامسك القلم في ايدك الشمال. وانا قصد اقول يمين وشمال لان الناس فاكره ان اللي في جهه اليمين هي الايد اليمين وفي جهه الشمال هي الايد الشمال. لا، الايد اللي انت متحكم فيها هي اللي اسمها اليمنى، والايد اللي انت لا تستخدمها هي اللي اسمها اليسرى، ايا كان مكانها فين. حلو كده؟
وبالتالي لو بتكتب بالشمال ما تسميش انا ايدي شمال، انا ايدي اليمنى هي اللي في جهه الشمال. حلو كده؟ فالايد اللي انت متعود تكتب بيها سيبها وجرب تكتب بعكس الايد اللي انت متعود تكتب بيها وشوف شكل الكتابه عامله ازاي. اعرف انك اول مره جيت تكتب لا ما كانتش زي دي. عايز تعرف اول مره جيت تكتب كانت ايدك عامله ازاي؟ جرب تمسك القلم برجليك. لو عايز تعرف اول مره ايدك السهله دي جربت تكتب كانت عامله ازاي، حط القلم في صوابع رجليك وحاول تكتب كانت كده بالظبط. ازاي لكن دكتور؟ لكن يعني احنا بنقيس عشان افهم ما يحصلش لبس. okay. يعني احنا دلوقتي بنقيس قدرتنا على ان احنا نتحكم في الايد اللي بتكتب بالممارسه من غير ما اقول صعب. يعني انا ممكن لو انا ربنا خلقني بكتب بايدي الشمال، هل ممكن ان انا اقدر احولها واغير ان انا اكتب بايدي اليمين؟ بالتدريب طبعا، وفي ناس ايديهم اتقطعت وكتبوا برجليهم وكتبوا. يعني الهدف من الممارسه دي ان انا اتحكم. الهدف قاعده مهمه، ما اقولش صعبه، ما اقولش صعبه واجرب واحاول واتحكم. انا بقول شوف انت دلوقتي لما قلت امسك القلم بصوابع رجليك وحاول تكتب، انت هتقول صعبه. انت يوم ما كتبت اول مره كان ايدك حتى مش عارفه تمسك القلم بالظبط زي الرجلين، بس ما قلتش صعبه، انت قعدت تجرب وفرحان والخط ينزل مش مشكله، بس فرحان انك بتعمل حاجه. اول ما كتبت الالف ولا اول مره كتبت اسمك كنت مركز على الهدف مش مركز على الجهد اللي بيحصل في الجسم. مره في مره في مره في مره بقت الايد اللي مش عارفه تكتب دي بقت تكتب بسهوله. لو عرفت القاعده دي ونسيت كلمه صعبه من حياتي هتقدر تعمل اي حاجه. جميل، حلو كده. الجمله دي اهم جزئيه في او تلخيص اللي احنا قلناه من اول الحلقه، ان احنا نحط هدف في حياتنا ولازم نوصله. يعني نحط في دماغنا ان احنا لازم نوصله، مفيش مستحيل مفيش صعب. احط لك قاعده ثانيه معلش. ومن الطبيعي انك تغلط من 1 لـ100 غلطه، ما نيأسش في الغلط عادي جدا. لان كل غلطه هتعرفني. اقول لكم على سر، في ناس تقول لي انت بتطلع في التلفزيون بتتكلم والكلام سلس وسهل، احنا بنخاف. فانا بقول لهم ما شفتنيش اول مره طلعت كنت عامل ازاي. انا اول مره طلعت كنت بطاطس سوري يعني. يعني اذكر مره كان يوميها كان خالد ابو نجا هو المذيع. وكنت كان في حد بيكلمني في التليفون فالصوت طالع، فانا الو ايوه خبطني كده بص على الشاشه الو يا عم ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما هنا بقى الممارسه والخبره. اللي انا اقصد انا عملت حاجات ما حدش بيعملها اصلا، غلطات. حلو كده. الطبيعي ان انا لو قلت بقى يا ربي انا فشلت بقى شكلي وحش ايه اللي انا عملته ده واتكسفت، عمرك ما هتطلع تاني. طب. لكن تبص على نفسك تشوف الغلط ايه وتقوم معدله، والثانيه والثالثه والرابعه هتلاقي نفسك بقيت محترف بعد فتره. اللي ما بيغلطش هو الكسلان اللي قاعد. مزبوط. عشان كده بقول للناس بقى ما فيش حاجه اسمها صعبه، ده رقم واحد. رقم اتنين، اللي بيغلط كتير بيتعلم ويصبح اكثر احترافا من اللي ما غلطش اصلا. صحيح، من الخطا انا بتعلم. ايوه. واعدله في المستقبل. الحاجه المهمه كمان بقى ان لازم اكون عارف، ودي بقولها للناس دايما كشد ودن، اللي بيلعب جيم بيتحمس ليه؟ لانه هو بيلعب الجيم عايز يوصل لنهايه اللعبه. لا. بيكون متاكد، هو متحمس عشان عايز يوصل، بس في حته ثانيه مهمه في الخفاء كده بقى. بيكون متاكد ان اللي عامل اللعبه دي حاطط مخرج. وانا هوصل له، فبيتحمس. ما بيقولش باظت الدنيا خربت، فبيجرب وبيحاول لغايه ما بيوصل للمخرج. كلمات ركزي في الكلمات. باظت الدنيا خربت مفيش امل هي بايظه بايظه، ما بيقولش الكلام ده خالص. هو متاكد ان في مخرج وهيوصل له. فكل ما الدنيا تلخبط معاه بيتحفز اكتر. فبقول لهم بقى عيب، يعني عيب علينا ان الشخص البشري اللي عامل جيم ابقى واثق في انه حاطط مخرج وانسى ان اللي خالق الكون مش حاطط في اي ظرف مخرج. الله، هايل، جميل، تشبيه حلو قوي. اعرف كده ان اي ظرف ايا كان ربنا ما كانش هيخلقه الا معاه مخرج، عشان الذكي ولا يطلع. فلازم ندور على المخرج. وقال لنا ده، قال لنا واحنا حافظينها بس مش واعيينها. قال لنا ان مع الها العسر يسر، معناها ايه؟ اي ظرف مخرج. ويسير كمان. اللي بيحصل، معلش بقى انا اسف شكلك عايز تاخدي فاصل ولا حاجه. اللي بيحصل ان اللي بيقول ايه ده باظت الدنيا قفلت الدنيا لخبطت، عمره ما هشوف المخرج، لانه كذب بكلام ربنا. هل اللي احنا بنقوله ده لما نقعد نقول ايه باظت فشلنا مش هننفع مش هقدر، هو ده اللي بيخلي الطاقه السلبيه تكتر عندنا؟ ايوه. فما بيبقاش عارف ان هو يوصل للهدف. هقولك حاجة يعني مهمة في كلمات بسيطه احنا لازم نتخلى عنها. هي الكلمات مش بسيطه، الكلمات اخطر حاجه في الوجود. لا بسيطه على لساننا ان احنا يعني بنقولها بشكل. أيوة. مستمر شكلها بسيط فعلا.
ولكن تأثيرها مدمر أو مفيد مذهل. هي شكلها بسيط ولكن تكرارها. هقول لكم حاجة مهمة، عارفين كلمة إيمان معناها إيه؟ الإيمان هو نتيجة تكرار الأشياء. وبالتالي إذا أنا بكرر كلمات سلبية فترة هتصبح مؤمن بيها، وإذا بكرر كلمات إيجابية فترة حتى مش واخد بالي هأصبح مؤمن بيها. النقطة الخطيرة يعني حتى لو ركزنا كده في مقال سيدنا عيسى رائعة بتقول: لو كان في قلب أحدكم مثقال ذرة أو حبة من خردل من إيمان ثم أمر الجبل أن يتحرك لتحرك. القرآن ربنا قال كان حقا علينا نصر المؤمنين. طب خدي المفاجأة دي بقى، المؤمن، في ناس مؤمنة إن الدنيا بايظة، مؤمنة إن مفيش أمل، هينصر في الإيمان ده وهيلاقي الدنيا بايظة بالنسبة له، هو هينصر الإيمان ده سينتصر. اللي بتقول جوزي ده مفيش منه فايدة هيطلع ياخد حياته ومش هتعرف تغيره، اللي بيقول مراتي دي نكدية هي نكدية، هتقعد تقول نكدية لغاية ما تؤمن. لو آمنت إنها نكدية والله ما هتتغير. دكتور أحمد، إحنا هنتوقف عند هذا الحد، والموضوع مش هينفع ان احنا نخلص في حلقة واحدة، لانه الحقيقة موضوع الطاقة الحيوية موضوع كبير جدا. ازاي نكتشف اشياء كامنة بداخلنا ونحولها لإيجابيات، ده شيء مهم جدا. فاسمح لي ان احنا نعمل حلقة تانية واستضيف حضرتك في الاسبوع الجاي ان شاء الله، ونكمل حلقتنا عن الطاقة الحيوية والطاقة الإيجابية والعلاج النفسي بالطاقة الإيجابية. بتوقف عند هذا الحد، والأسبوع الجاي إن شاء الله هنكمل حلقتنا مع دكتور أحمد عمارة. تابعونا، موضوعات كتير عن الطاقة وفي مجال الطاقة الحيوية. الأسبوع القادم ألقاكم على خير.